السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم غادي نقترح عليكم الطاجين ديال البطاطا الحلوه بالشريحه وبالزبيب وبنكهات اخرى مختلطه. كيجي بنين وخصوصا الناس اللي ما كيبغيوش يعني البطاطا الحلوه، فهذه طريقه زوينه باش ياكلوا البطاطا الحلوه، فكيجي بنين ما تشبعوش منه. كنتمنى انكم تجربوه، ما عمرني ما قلت لكم بحال هكا، ولكن ها الطاجين كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيجي زوين وكيجي بنين الا تبعتوا يعني الفيديو حتى الاخر ودرتو جميع المراحل وكذلك المكونات. بسم الله. انا غادي ندير هنا ثلاثة ديال البطاطات حلوات، ممكن انكم ديروا اكثر. عندي هنا البصله مشلضه على هذه الطريقه يعني على شكل شرائح، لان غادي تكون عندنا على شكل اخر على هذا الشكل، هذا غادي تكون هنا مشلضه يعني مقطعه رقيقه شويه، وهنا في الاول غادي نديروها شرائح لانهم غادي نحتاجوهم هذه الاشكال بجوج في الطاجين، وحده غادي تكون لتحت وحده غادي تكون لفوق. عندي زبيب من الاحسن يكون هذا الكحل هذا لانه مزيان من طبيعه الحال مغسول. عندي شريحه اولا تين مجفف، وعندي هاد النجيمات هادو ديال اليانسون كيعطيو واحد النكهه واحد الريحه خطيره للطاجين. عندي عويدات ديال القرفه، عندي سكينجبير، الابزار، الكركم والقشور ديال الحامض باش نصحو هذاك الحلاوه ديال البطاطا، وكذلك الملح وزيت الزيتون. في الاول غادي ناخذ البطاطا من طبيعه الحال نقشروها ونقطعوها. التقطع ديالها خاص يكون يعني على شكل بحال مثلثات ويكون طولي. انا غادي نشوفوها دابا في الفيديو باش يعني نقادوها في الطاجين ويكون الشكل ديال الطاجين كذلك يعني المنظر حتى هو يكون زوين، يعني حتى التقطع ديال البطاطا فهو حتى هو عنده واحد الدور باش يجينا يعني الطاجين الشكل ديالو زوين كما كتلاحظوا معايا هكا في الفيديو. تنقسموها، راه كلشي مبين في الفيديو. من بعد ما كنقطعوها كما قلنا على هذه الطريقه هذه، اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نشرملو هذيك البطاطا وكذلك الشرائح ديال البصله. فغادي نديرو واحد شرموله اولا واحد التتبيله بهاد المكونات ومن طبيعه الحال بهاد العطريه اللي ذكرنا. غادي ناخذ واحد كاس ديال الماء في الاول، فقط كاس واحد ديال العلبه مع هاد المقدار ديال البطاطا، فاذا كانت يعني البطاطا اكثر والبصله اكثر فغادي يكون يعني كاس ونص اولا جوج كيسان يعني على حساب الطاجين ديالكم الصغير ولا كبير. غادي نضيف المكونات كلهم ما عدا ماشي المكونات، اسمحوا لي، يعني غادي نضيف العطريه كامله اللي ذكرنا، القشور ديال الحامض والكركم وداكشي كامل والملحه. غادي نخلي فقط العويدات ديال القرفه لانهم غادي نزيدهم حتى الاخير. غادي نخلط هاد المكونات مزيان يعني بمعلقه ولا هكا، غادي نخلطهم مزيان وغادي نضيف ليهم هذيك البطاطا باش يعني ما كتجيناش باسله، يعني ما تبقاش هذيك الشرموله فقط او التتبيله فقط في التحت ديال الطاجين، ولكن كتشربها حتى البطاطا والبصله. فيعني هاد كما لاحظتوا معايا يعني كاين الحامض، الملحه، كاين يعني الزبيب حلو، يعني كاين واحد المزيج ما بين الحلو والمالح، فكيعطي لذاك الطاجين يعني واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف، خصوصا يعني كما كتعرفوا ان الطاجين خصنا نقصوا من البوطه بزاف. هنا درت البطاطا ودرت البصله هذيك اللي يعني اللي شرائح، وغادي نخلطهم مزيان كما قلت لكم. يعني الطاجين فالسر ديال الطاجين دائما كيكون هو ان يعني نقصوا بزاف على العافيه، يعني نخليوه مهيله بزاف ونعطيوه الوقت، ونحاولوا اننا ما نبقاوش نزيدوا فيه الماء، يعني غير هذاك الماء ديال البصله. لاحظتوا معايا علاش البصله درت على جوج ديال الطرق باش تطلق لنا الماء ديالها وما نزيدوش الماء، وهكا كيكون يعني الطاجين كيجينا بنين. فكناخذوا الطاجين ديالنا كما لاحظتوا، واول حاجه غادي نزيد فيه هذيك البصله اللي مقطعينها طريفات صغار، وغادي نزيد عليها يعني التتبيله هذاك الماء او التتبيله لانها ميه حضرنا فيها الماء. غادي نكبها بحال هكا بهذه الطريقه يعني باش نتبلوا حتى هذيك البصله يعني اللي مقطعه شرائح صغار بحال هذه الطريقه هذه، وصافي. من بعد منها غادي نضيفوا البصله ونضيفوا هذوك الشرائح يعني ديال البصله او ديال البطاطا الحلوه. فالبطاطا الحلوه يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي ما تتعجبهمش بهذه الطريقه هذه، انا كنظن حتى اللي ما كياكلوش البطاطا الحلوه غادي ياكلها، لانها الطاجين كيجي ملبي مع القرفه مع هذوك النجيمات ديال اليانسون مع الزبيب مع الشريحه، فكهاد يعني المزيج كيعطينا واحد الطاجين نباتي بدون اللحم، ولكن البنه ديالو ما نقولش لكم عليها. كما قلت لكم ان البطاطا الحلوه هي يعني اصلا عندها بزاف يعني ديال الفوائد، وكاين يعني اللي ما كما قلت لكم ما كياكلوهاش اولا ما كندخلوهاش في النظام الغذائي ديالنا، فكن بعض المرات كنديروها في الكسكسو اولا مع الطاجين العادي باللحم، فيعني كاين اللي ما تيبغيهاش.
فهي يعني عندها بحال الشوا في الفران، حتى هو كيجي زوين الا زدنا عليه شويه ديال الكيسو. فيعني لا ضفنا لها هاد النكهات هادو فهي كتكال، ويعني تتعجب تعجب بزاف ديال الناس. خليت هذيك البصله شرائح وغنضيفها الفوق يعني بحال هكا، مع الزبيب غادي تجي معصله. وغادي نضيف دابا يعني الزبيب بطبيعه الحال بعد ما نكونوا غسلناه مزيان، فغادي نسرحوه بهذه الطريقه هذه. ومن بعد يعني غادي نزيدو التيل المجفف، وغادي نزيدو هذوك النجيمات ديال اليانسون، وكذلك غادي نزيدو القرفه من بعد الشريحه. ضيف هاد النجيمات، وغادي نردوه يطيب على نزيد هاد العريقات ديال القرفة كيعطيو مذاق هائل بحال هاد الطريقة هادي. ما غاديش نديرهم كاملين صافي بركه، يعني غير غادي نسمو ونديرهم كما قلنا على عافيه مهيله، وغادي يبقى لنا فقط يعني زيت الزيتون، فغادي نزيدوه في الاخير حتى يطيب.